موضوعنا النهاردة وناس كتير كتير بتسأل فيه، وهو ناس بتحلم بظهور الجن مثلا في الأحلام، سواء بقى ظهور أو بيكلمهم أو يعني بيصحوا من النوم يلاقوا فيه علامات في جسمهم، ايوه الكلام ده كله طيب عايزين نعرف مبدئيا ده معناه ايه، وازاي الواحد بيبقى متأكد فعلا ده جن ولا لأ، يعني الكلام ده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بصي، احنا طبعا عارفين فئة الجن ده عدو للإنس، بس مش كل جن عدو، لأن في جن مسلم وفي جن على غير الإسلام اللي هو الشيطان. ففرق بقى إن أنت تشوفي في المنام هل الجن ده بيخدمك أو بيساعدك أو بيعمل لك حاجة لمصلحتك، ولا بيهاجمك وبيصارعك، على حسب الرؤية. احنا هنتكلم عن مثلا اللي هو بيهاجم ده، طبعا مبدئيا بيبقى حاجة اسمها الجاثوم. الجاثوم ده شيطان النوم، بيجي للبني آدم اللي هو نايم على غير وضوء، على جنابة، بني آدم بعيد من ربنا، بيبقى دايما يعني ما بيصليش، بعيد خالص، فبالتالي بيبقى سهل عنده الدخول، من عنده يعني ايه، سهل انه يدخل ويضايقه، يحس ان البني ادم ان هو ملجم، مش عارف ينطق، مش عارف ينادي، مش عارف يصوت، مش عارف يقرا القران، كل الحاجات دي. ده بالنسبه للجاثوم. ده بيجي، ده اسمه كابوس، ده لا تفسير له. ولكن اذا شفتي بقى ان انت مثلا بتصارعي الجن، مثلا بتتخانقي معاه وانت اللي غلبتي، ده معنى كده ان في جهاد مع النفس. طبعا النفس تندرج برضو تحت كل الحاجة الوحشة، لان النفس امارة بالسوء، والجن طبعا او الشيطان امار بالسوء، فهما الاتنين يندرجوا تحت الجهاد. اذا انت انتصرتي فالغالب يعني النصر ليه. تمام. تمام.